اش نقول لك، حنا تفاجئنا اليوم من سمعنا السي عبد الطيب توفى، والموت علينا حق. والسي عبد الطيب انسان الله يعمرها دار، فيما تنبغيو في اي حاجه تلقاو، لكن شو واحد ما تيعاون هنا في الحومه فهمتيني، تنصح الدراري الشباب باش ما يتعاطوش المخدرات، وقلب كبير صراحه، اسطوره. وهذا السيد اللي مات اليوم السي عبد الطيب غني على التعريف، محبوب الجماهير المغربيه، عنده سمعه طيبه، والصوره ديالته هنا في الحومه كلشي عز الناس عزيز عليهم، انسان متواضع. والله يرحمه ويرحم امه المسلمين جميعا، وحنا ما علينا نداو معاه ان شاء الله باذن الله. مرحوم الله يرحمه السي علي، وحنا تنعقلوا عليه باقيين صغار، وراجل طيب الله يرحمه السي علي، والله يتجاوز عليه الرحمات. والسن ما مشراش باش يدير العيب، ومن الفنانين الكبار ومن الناس اللي كانوا تيحترموا الكبير والصغير صراحه، وتيريح معنا، وانا الوحيد اللي عزيز عليا بصراحه، والله عزيز عليا بصح. شو كيجيكم مرحومين؟ هو راه بحال الوالد عندنا في الحومه وفي درب السلطان وفي البلديه، وحتى في المدينه محترم راسه ومحترم الناس ومحترم كل شيء، تيقدروا الكبير والصغير صراحه، الله يرحمه ويسهل عليه. كيفاش لقيتوا الخبر الوفاه ديال المرحوم؟ والوفاه راه تتعرف احياء الشعبيه شي تيقول هذا الشيء، وسيرته هو عنده شعبيه كبيره، المرحوم عنده شعبيه كبيره، ماشي راه معروف صراحه. وانا تريح ديما بقى وانا حداه، الله يديم يسلم عليا مسكين، صباح الخير نحاس، صباح الخير عاج، الله يرحمه ويسهل. وماشي نقول لك، حتى صراحة شنو نقول لك، واحد الفنان كبير صراحة، كبير 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 في المغرب، كبير على صعيد افريقيا وصعيد حتى في العالم، معروف صراحة. عيطت المستشفى ديال كلينيك جرادة، هما اللي عطاوني الخبر بأنه اليقين بأنه مات، الله يرحمه والله يسعي دائقة القبور، وراه جارنا وجارنا بزاف كاع، ماشي شي شوية. يعني كيفاش كان التعامل ديالو معاكم؟ كيفاش؟ الله يعمر ليه الدار، راجل طيب، راجل بخير، داخل سوق راسو، الدين، الصلاة، هادشي اللي تنعرفو عليه. والديه تنعرفوهم الله يرحمهم، وكلشي تنعرفو منه. آخر مرة تلاقيتي معاه إمتى كان؟ آخر مرة يومين دابا، جا ولدو داه في السيارة، هو وخوه داو للمستشفى. آخر مرة صور عندي ورقة. شنو هو الحوار اللي داز بيناتكم؟ شنو قال لك؟ شنو قلت لي؟ الحوار اللي داز بيناتنا، كنت ضحكت معاه على المسرحية اللي تيمثل، قلت لي جاب القهوة من موريتانيا، قلت لي علاش ما جبت لي معاك كاس ثاني ديال الورقة ديال القهوة من موريتانيا، في الدلالة، ديك المسلسل ديال الدلالة، سوق الدلالة. سوق الدلالة، سوق الدلالة، كيديروا الخميس. أنا يديروه؟ أنا الاسم ديالي المعاشي. جارهم خلى بلاصتو، يخلي بلاصتو مع كل شيء، مع الناس كاملين، تيتصوروا معاه الناس، كل شيء غادي يخلي بلاصه ديالو، لانه شيء كثير بزاف. الحاجه الحاجه اخواتاته تنعزيهم، الحاجه منى، الحاجه خديجه، الحاجه عائشه، نسابو كذلك، ولده تنعزيه بزاف كاع، وخوه عبد العزيز، وخوه حسن، راني تنعزيهم، راه ضاع علينا حنا، والله يرحمه ان شاء الله ضائقة القبور، والله يرزقكم الصبر. جينا عنده البارح، كان مسكين، كان والبارح جينا عنده مسكين، صرناه وداك الشيء، يعني جاتنا بحال الفجعة، ما عرفناش انت، كنا ما ظنيناش بأنه هذا السيد، حتى من جينا من هذا لقينا قال لك راه هو مشى للكفر، هو في الكلينيك ديال جرادة، مسكين راه تما كاين، قال لك توفى، حنا كنتسناو فيه ربنا يجي. العلاقه اللي كانت معك بالمرحوم؟ وكان علاقه طيبه وحنون، كبر معنا وعشنا حنون، كان مع انسان شاد التقار، وما كيهضر مع حتى شي واحد، الناس ديال الدربه كيتعامل معاهم، وكان من اطيب خلق الله هذاك السيد. اليوم ملي كتشوف بحال هاد الحاله، اي واخا ديالكم على كاع الثنايا الكبار، ولينا كنفقدوا واحد تيرو الاخر. ايوا لا، هو كان مسكين، كان دائما كان سباق الفعل ديال الخير مع الناس ديال الدرب ومع كل شيء، وكان هذاك تي كتمشي عنده ولا بغيتي شي نصيحه ولا داك الشيء راه كيقولها لك، وكيقول لك على هذا. وكان اودي كان ما عمرنا شفنا فيه شي حاجه اللي هي خيبه، وانسان طيب، الناس ديال الدرب راه كلهم كانوا كيحبوه، وراه انسان راه معروف عن الصعيد الوطني. زعما يبارك معاك